إذا متابعي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة طنجة. واحد المشكل اللي هو كبير بزاف، اللي السبب الرئيسي ديالو هو داء السل في أحد الشركات في منطقة حرة كزنايا. هذا المشكل هذا كاين فتح شركة، الشركة الناس اللي خدامين فيها بداو كيكتشفوا راسهم أنهم فيهم السل واحد مورا واحد، والمسير ديال هذه الشركة هذه كيقول لهم هذا المرض هذا استروه خبعوه باش ما يجروش الخدامة وما يقفلوش الخدامة وما يوقفلوش الكليان. وهادشي هذا يعني أدى ضرر كتير. وفاش هاد السيد هذا اللي كتشوف معنا هضر على حقه تعرض للطرد، مع العلم انه يعني خدام معاه ازيد من 5 سنوات. متابعي قناة شوف تيفي، خليكم معنا نسمعوا التفاصيل ديال هاد القضية هاي. السلام عليكم، معكم ابو شعيب الادريسي في مدينة طنجة. شكرا بزاف يعني لشوف تيفي من هذا المنبر هذا يعني اللي كانت لنا اذن صاغية. بالنسبة للمشكل اللي كاين سبحان الله العظيم، وهو مثلا يعني واحد الشركة ديال الصباط في المنطقة الصناعية في منطقة الحرة، ماشي لازون يعني اللي انفصل لها، واحد الوباء يعني اكتشفوا يعني واحد البؤرة كبيرة تماك ديال مرض السل، يعني اللي السبب فيها هو المشغل بالدرجة الأولى اللي مخبعات شادة علينا يعني حتى مرضنا. وهنا هو الحالة الثالثة حاليا، والناس يعني تماك مرضين وكل شيء كيسعل، ولكن ما عارفينش باللي هذا المرض عش المشغل ديالهم يعني ما علمهمش. وبالنسبة للحالة الأولى يعني طاحت تماك ويعني ومشغل يعني قالوا سترها مثلا باش الخدامة مثلا يعني باش ما يعني باش ما يتغيبوش باش الاكسبور مثلا يمشي في الوقت ديالو. وبالنسبه للحاله الثانيه عاوتاني تخنق تماك يعني بسبب ذاك البرودويات والمسائل، ومشى يعني عمل التحاليل ديالو قالوا له راك فيك يعني مرض السل ومرض يعني خطير وفتك يعني فتك يعني ما يقارب يعني يقولوا الملايين ديال البشر. وبالنسبه لي انا الحاله الثالثه يعني موراه انا مباشره يعني بواحد 15 يوم انا بديت كنسعل وبديت كنسخف وبديت يعني كنحس بواحد الارهاق يعني كبير يعني في نفس الخدمه. والخدمه يعني مثلا تماك ما موفراش يعني وسائل الصحه تماك بتاتا، والمشغل يعني ما مخلصش القوانين ديالو وكيتلاعب يعني على الدوله، ويعني ديما سد علينا الباب وسد علينا السراجم وما عمل لا كليما لا لوسائل الصحه لا حتى شي حاجه. ومع العلم يعني جاي في واحد يعني واحد بلاصه كبيره يعني المقدم مثلا كيشوفوا الناس كتشوفوا جاي حدا شركات كبار ومعروفين، والناس شركات كبار يعني عندهم صبعه يعني هو يطيح السمعه ديالهم. بالنسبه لي يعني مشيت عملت يعني التحاليل ديالي لقيت فيا مرض السل، وهذا المرض هذا كما يعني سلف الذكر يعني مرض يعني فتاك ويعني معدي يعني اكثر حتى من كورونا، يعني كينتشر بواحد الشكل قوي يعني لا شرب غير من القنينه يعني نفس القنينه ولا شرب نفس الكاس ولا اللعاب يعني ولا عطس ولا شي حاجه في البلاصه يعني كيتاذى. وهذا المرض هذا اللي خطير فيه ما كيبانش في البلاصه، بنادم الا كان عنده المناعه ديالو قويه سبحان الله العظيم يعني ما كيبان حتى كيضرب له الله يستر الريه وكيديروا القيح في الريه وكيديروا مثلا كيضرب له الكبده وكاين اللي كيمشي له مثلا في الدم، يعني على حسب يعني الطبيب يعني بوعراقيه هنايا يعني ملي كتمشي كتلقى واحد الاكتظاظ كبير بزاف هذا المرض السل عيش فيه العدوى بزاف. وهذا المرض هذا اثر عليا نفسيا انايا يعني تشتت الاسره ديالي وصيفطتهم انايا مثلا يعني الفاس يعني 5 ديال الاطفال والام ديالهم مخافه يعني من مخافه يعني من العدوى. وعملت لي يعني التحاليل كاملين، والتحليله الاولى الحمد لله يعني خرجت يعني سلبيه، ولكن التحاليل الثانيه المقبله يعني في الشهر الجاي ما عرفناش كيفاش غادي تخرج، ودابا في مسخانه وكل شيء. ودوزت انا هاد الشهرين ديال التريتمون يعني اللي خديتها، وهاد التريتمون هذا صعيب بزاف يعني 4 حبات على الريق وواحد المعاناه كبيره، وهاد
اش نقول لك، يعني هذا الدواء هذا يعني كيسبب، يعني علميا يعني كيسبب في اكتئاب، وشحال من واحد يعني بزاف، وخصوصا يعني في امريكا يعني اللي انتحروا، فهمتني؟ وفي افريقيا يعني كيموتوا مثلا، ولا يعني ولا حتى شي واحد يعني كيهضر على هاد الناس هادو مساكن. ومني كتدخل يعني في هاد الدواء هذا مدة ديال 15 يوم 20 يوم، يعني كيدخلك في حالة الاكتئاب، وكتبغي مثلا ما تهضر مع حتى شي واحد، وما كتبغيش شي الصداع، وما كتبغيش شي هكذا، وما كتبغيش شي تاكل، وكتبقى مثلا يعني كتلوح الدم والمسائل، وواحد المعاناة كبيرة. وفي نفس الوقت اللي تسبب ليا في هذه المشكله هذا هو هذه الشركه ديال الصباط، يعني هو المشغل ديالها يعني بالتحديد، اللي ما كيحترمش راسه، وما كيحترمش مثلا القوانين، وما كيحترمش الصحه ديال بنادم، وما كيحترمش الانسانيه. علاش؟ عيش هو مثلا يعني كان عايش شحال هادي في النرويج، وعنده جنسيه نرويجيه، كيقول لك لو وقعت شي حاجه ولا هادي كنهبط الريدو صافي، وكنمشي بحالي مثلا، كنطلع النرويج نعيش مالك، ونخلي مثلا هنايا يعني كيدير فلوس على ظهرنا، وحنايا مثلا صافي يعني جنافوا علينا، فهمتي؟ ويعني ومني سبحان الله العظيم يعني خديت هذا الطريق لمده شهرين، وجاب الله الشفاء يعني مثلا، يعني الحمد لله شكرا للاطباء اللي واكبونا مثلا هاد الشهرين هذه كامله، وواحد الجمعيه سبحان الله العظيم يعني خانتني الذكر، يعني نسيت الاسم ديالها، اللي كانت كتعيط لي تقريبا يوميا. باترون ما عيطش لي في هاد الشهرين كامله حتى نهار، بالعكس انا كنت كنعيط له، كنت كنطالب الحقوق ديالي. وهاد الجمعيه سبحان الله الله يجزيها بخير، اللي عندها يعني اتفاقيه مع الطبيب عراقيه، نسيت الاسم ديالها، شكرا لهم بزاف. كان واحد البنت كتعيط لي يوميا، وكتطمئن على الحاله ديالي، وكتقول لي الوليده اش نمشي عمل ليهم وبعد منهم وكول، وكترشدني الله يجزيهم بخير من هذا المنبر هذا. وبالنسبه مني ساليت هاد الشهرين هذه، مشيت عند الطبيبه قالت لي الحمد لله راك التحاليل ديالك خرجت يعني مزيانه، ونعطيك واحد التريتمون في عاوتاني واحد 4 ديال الشهور ديال الدواء، واللي هاد الدواء عاوتاني صعيب يعني كتاخذه على الريق وما كتاكل شيء، ودابا مقبلين على شهر رمضان، وعطاتني مثلا الشهاده هما الشواهد عندي، فهمتي، ديال الاستئناف العمل. ومني مشيت عطيتها له يعني التاريخ ديالها يعني البارح يعني 17 في الشهر، قال لي لا، قال لي انا كنرحل، قال لي اصلا هنايا يعني هو كيهرب من داك المعمل، باغي يكري معمل كبير باش تلاجه مثلا تفتيشيه، وجاو المسائل يقول لي لا راه عندي مثلا التهويه وكذا، وحنايا كنسد علينا يعني بحال شكل ديال الدجاج عامل لنا، فهمتني؟ سد علينا وما تحلوش البيبان، هو مخلص القوانين ولا شي حاجه، يمشيو يجيو مفتشين الشغل على غفله ولا شي حاجه، تعيطوا ليا. هذا الشيء اللي كاين. ملي بغينا ندخلوا يعني نستأنفوا العمل ديالنا، قال لي شوف بغيتي تدخل خاصك تنازل على 50% من الاجره ديالك، الصالير ديالك كيتبدل، ولا عندك شي حاجه تبتها ما كان عندك راربيه لا شي حاجه، وتلعب علينا يعني في واحد انايا وشي دراري معانا تماك، واحد جوج البنات، ودابا مازال كيتلعب على الدراري. وهذا رساله من هذا المنبر هذا ليهم، يعني مثلا يمشيو يجريو على راسهم من دابا، يعيش الاقدميه ديالهم تضرب في الزيرو. 5 سنوات و 46 يوم بهاد، يعني في هاد الساعه اللي كنهضر انايا فيها بالضبط. وقال لي ما كنتيش خدامه معايا فيها، يعني ما خدامش معايا في هاد يعني في هاد يعني السنين كامله، الكونترا اللي سينيتي عليها، وهاد الكونترا ديجا طلب منا حنايا باللي انا ندخل شي مكان وشي اجهزه مثلا من اسبانيا، وتسيني ولينا مثلا عليها على قبل باش الشركه جديده، ونتهرب من الطيبيه، وتجيني مثلا شركه جديده ما نخلصش فيها. وهو كيتلعب على القانون بزاف، وكاين شي مسائل بزاف غندي بها للقضاء ان شاء الله. انا عندنا الجلسه نهار الاربعاء مع مفتي الشغل، وبالنسبه لي انايا عندي نهار الثلاث ونهار الخميس ان شاء الله، عندي ان شاء الله باذن الله عز وجل جلسه مع الطبيب ديالي اللي كان مواكب معايا هذا المرض هذا، باش كيشوف النسبه ديال العجز ديالها، وبالنسبه مثلا باش يثبتها على باللي راه كاينه بؤره تماك، ونقدم هذا الشيء للقضاء وطرد التعسفي باذن الله عز وجل. عملنا محامي وغادي يعمل الاجراءات القانونيه ديالو، وهو كيدعى بالمعارف والمسائل، وحنا ندعوا بالقانون، والله هو اللي التوفيق. الطلب ديالي اول حاجه مثلا دابا ما خلانيش ندخل نخدم، هذه اول حاجه. ثاني حاجه واهم حاجه من هذا الشيء هذا كامل، عيش مثلا الارزاق بيد الله عز وجل، ما كان عارف شي بهذه القضيه الا الرزق بيد الله عز وجل. الطلب الاساسي وهو مثلا تفتيشيه، مثلا طبيب الشغل ولا منظمه الصحه تصيفط يعني شي تفتيشيه لهاد البؤره هذه، يعني كاينه في هذا المعمل هذا، والدراري خاصهم يعملوا التحاليل ديالهم، يعني ما ياديو الاولاديات ديالهم، ويعاديو مثلا الزملاء ديالهم، وكيمشيو في الترونسبور، يعني راك عارف يعني كل واحد ساكن في حي، كل واحد يأدي مثلا البقال، يأدي مول البانه، يأدي مثلا الناس في الشارع، فهمتني؟ ها تولي مثلا طنجة أكثر ما هي فيها مثلا، تولي واحد البؤرة كبيرة مثلا ديال مرض السل. هذا الشيء اللي كاين، والله ولي التوفيق، اللهم يسر. إذا متابعي قناة شفتي فيك ما سمعتوا معنا هذه البؤرة اللي كاينة في منطقة الزنايف، منطقة الصناعية، منطقة الحرة. فلا حول ولا قوة إلا بالله، يعني الناس اللي خدامين في هذه المنطقة هذه خصهم
ياخذوا الحيط والحذر باش ما يمرضوش، باش ما يتأذوش، باش ما يأذوش ولادهم وعائلتهم. فلا حول ولا قوة إلا بالله، نتمنى الله يكون خير. متابعي قناة شوف تيفي، حاليا وصلنا لنهاية البث المباشر، نتلقاو بعد قليل في بث مباشر آخر.